والله طبعا انا يعني حقيقي انا في بدايه المجلس كنت برضو بفتقد نواب كانوا معانا في الفصل التشريعي الاول. بجد كان رموز كتيره جدا ما حالفهمش الحظ ان هم يكونوا موجودين. بقول فعلا كانوا ادوا دور كبير جدا في ال5 سنين اللي فاتوا، وكنت حريص جدا ان الناس دي كنت اتمنى وجودهم. برضو كل التوفيق ليهم في المستقبل باذن الله. بتكلم بقى على الساده النواب الجداد، بصراحه روح جديده جدا انا شايفها، نوع من الحرص، شايف كله عندهم انكار ذات، محدش بيتكلم على دايرته بس، كله بيتكلم عن المشروعات العامه اللي تخص مصر كلها، كله حريص على النهضه اللي بتحصل في عهد السيد الرئيس من تطوير الريف المصري وطرق ومدن جديده. فشايف كل النواب الجداد عندهم حرص كبير جدا على دعم الحكومه المصريه في المرحله الجايه. مش موضوع انه جاي نائب عاوز يعمل صدام مع وزير او اثبات قوته قدام دائرته ان انا بعمل مشكله مع وزير، لا بالعكس، انا شايف ان فعلا الناس حريصه جدا على ان يبقى في نوع من التعاون مع الحكومه عشان في الاخر للصالح العام وصالح مصر كلها ان شاء الله باذن الله. الدور الرقابي وتواجد الوزراء، لاول مره احنا بنشوف ان كل وزير في الحكومه المصريه جه في لقاء وبيان قدام الساده النواب، شايفين كل واحد يقول المرحله اللي فاتت كان فيها ايه، المرحله الجايه هيكون فيها ايه، وده حاجه جديده وحاجه محترمه جدا. بنتمنى للحكومه المصريه كل التوفيق باذن الله. بقول للساده النواب يمكن بس هو كل اللي انا شايفه ان في نوع من الاستعجال، كل واحد عنده طاقه كبيره جدا عاوز بسرعه يعمل لدايرته ويعمل لبلده ومحافظته. ان شاء الله باذن الله في ظل فعلا يمكن لاول مره يبقى في قياده سياسيه بتفكر في الريف المصري وبتفكر في تطوير القرى وتوابع القرى، بنقول ان ده يؤكد ان فعلا ان شاء الله باذن الله ال5 سنين اللي جايين دول هيشهدوا نهضه كبيره جدا في مصر كلها باذن الله.